اللهم أنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا كاشف الخطوب ويا مفرج الكروب، ويا من يجيب دعاء المضطر إذا دعاه، يا من يكشف السوء، اللهم إنا نسألك لإخواننا في أراكان وبورما أن تنصرهم وتغيثهم وتعينهم. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر. اللهم يا ربنا، يا من يسمع بكاء الأطفال، يا من يسمع بكاء الأطفال وعويل النساء ويرى المرضى والجرحى والقتلى، اللهم إنا نسألك أن تنتصر لهم. اللهم يسر أمرهم، اللهم فرج همهم، اللهم اخذل أعداءهم، إنك سميع مجيب يا رب العالمين.